السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم متابعين قناة سيلفستر؟ بهذا الفيديو رح احكي لكم عن مهام بلان كرتون الصفحة الثالثة، أول مهمة واللي هي بلان كرتون ديفونتس 2. والله خلينا نبلش الفيديو واشرح لكم شو المطلوب شو هي المهمات. والله نبلش مثل ما انتم شايفين، وصلنا على هاي المهمة. طبعا الشرح الكامل حكيت عن 3 فيديوهات، والله بالثلاث صفحات اول شيء فيديو كامل، بعدين بشرح لكم كل فيديو كل مهمة وارجيكم كيف انا عملتها وكيف انهيتها. طبعا هدول المهمات يعتبر من اصعب المهمات لان انت بتطور قاعدتك وتوسعها، فتعتبر هي الاصعب. هاي المهمة مطلوب منك انك تدخل على القاعدة تبعتك. طبعا هون خلينا نرجع لهون، تدخل على البلانك كرتون على القاعدة تبعتك هون وتبلش توسعها. طبعا بس هذا المطلوب، هذا الطلب المطلوب منك. طبعا الهدايا رح تجيك 100 في بوكس وهي المتعرف عليها، رح يعطيك سكواد، رح يفتح لك السكواد للسولت مشان تقدر تلفل بالسولت، ورح يفتح لك المهمة الأولى للإرسال البحري، وبيعطيك هيرو لود أوت وبس. وطبعا الهيرو لود أوت مثل ما يكون شايفينها، طبعا هي بالإصدار الجديد نزلت الهيرو لود أوت اللي هي هاي، تقدر تسوي هاي الميزات، تصير تحط الهيرو وتعطيه بعض الأشياء. مثلا عندي مثلا هذا الهيرو عنده الاكس 5 لانه عنده كله نينجا، بساعده بالدفاع وبيطور قوته ويقوى. المهم بس والله خلينا مع الفيديو وتشوفوا كيف ان انهيت المهمه. اذا تحب تشوفوا شوفوا شوفوا، لما تحب بعد براحتك. هون خلصنا الشرح للمهمه وبس. كل لا تنسوا تحطنا لايك واشتراك، وتستنى لنا كل يوم فيديو جديد حلقه جديده الساستي. In the action. Another wave coming soon. Prepare for an attack from the south.
attack from the north. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.